بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، مع كتاب الله وفي سورة المائدة، وعند قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. حرم الله علينا الخمر، لكن بلفظ هو أشد في التحريم من لفظ الحرمة، فليس هناك في كتاب الله حرمت عليكم الخمر، إنما فيه ما هو أشد من الحرمة هذه، وهي قوله: فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والشأن كذلك في حالة الزنا والفاحشة والعياذ بالله تعالى، فإن الله لم يقرن بين لفظي التحريم وبين الزنا، وإنما قال: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. عدم القرب أشد تحريما من كلمة حرام، لأنه لما حرم الزنا حرم أيضا المقدمات إلى الزنا، ابتداء من النظرة والخلوة والملامسة والكلام والمواعدة إلى آخر ما هنالك. إذن لا تقربوا فاجتنبوا أشد تحريما من لفظ الحرام. بعض الظرفاء يقول: إن الله لم يقل حرمت عليكم الخمر، ومن أجل ذلك ولهواه أو لإدمانه أو لانحرافه يريد ولو أن يحلها عملا ويشربها. طيب، الله سبحانه وتعالى لم يقل حرم عليكم الزنا، بل استعمل ما هو أشد من التحريم لأنه سد الباب من أول الأمر. والميسر هو القمار، والأمم التي أباحت الميسر وجعلت الثقافة العامة السائدة مبنية على النفس المقامرة ابتليت بمصائب كثيرة، والإسلام واضح في تحريم القمار من كل جهة، ولذلك حرم بيوع الغرر، فحرم أن تبيع السمك في الماء أو الطير في الهواء. منين ده؟ قال: لاشتماله على الغرر، وكلمة الغرر معناها القمار. وعرفوا الغرر بأنه تردد الشيء بين أمرين أخوفهما أعظمهما، احتمال يحصل كده واحتمال ما يحصلش. المخوف إيه؟ المخوف إنه يحصل تبقى مصيبة سود. طيب، احتمال إنه يحصل قد إيه؟ 70%، يبقى ما تدخلش في المعاملة دي. أو يحصل ولا لا يحصل، المخوف إنه لا يحصل قد إيه؟ 60%، يبقى ما تدخلش المعاملة دي. أخوفهما أعظمهما، خايف منين؟ يحصل ولا لا يحصل، خايف من دي أو من دي، هي دي الاحتمال الأكثر.
ولذلك أباح العلماء مع حرمة القمار الميسر الغرر اليسير في البيوع. يعني عايز أروح أشتري بيت، أهم حاجة عندي في البيت إيه النهاردة؟ الأساس. طب أنا عايز أكشف على الأساس ده وأشوفه موافق للورق وللرخصة اللي الحي عطهاني ولا غير موافق. طب وبعدين أحفر بقى في الأساسات، وأنا بحفر في الأساسات يتهد البيت. رايح أشتري بطيخة، أهم حاجة في البطيخة إيه؟ إنها تكون حمرة. طيب أنا رايح أشتري غيط بطيخ وما أروح أفتح كل بطيخة، لو عملت كده يبقى أفسدت الدنيا. رايح أشتري بدل، أهم حاجة في البدل إيه؟ الحشو بتاعها، هو اللي بيظبطها وهو اللي بيعملها، وما أفك البدل اللي هشتريها علشان أشوف الحشو سليم ولا لا. لا ما ينفعش، ده مش عقل. قالوا طب ما في غرر اهو. قالوا بس ده غرر ايه؟ يسير. وراحوا عاملين قاعدة قالوا فيها ويعفى عن الغرر اليسير في عقود المعاوضات. عقود المعاوضات اللي هي خد وهات، ادي فلوس اهي وهات السلع، البيع من عقود المعاوضات. الخدمة، خد فلوس اهي واشتري منك خدمة، اهي دي من عقود المعاوضات. طيب وعقود التبرعات زي ايه؟ بقول للولد حفيدي لو نجحت هجيب لك عجلة بسكليتة كده تركب عليها تلعب. نجحت دي مش مظبوطة قوي، ما هو لو جاب 51 يبقى ناجح، ولو جاب 99 يبقى ناجح. فنجحت دي ايه؟ نجحت واسعة شوية. وبعدين انهي عجلة؟ ده في عجلة ب5000 جنيه، وفي عجلة بالقسط ب300 جنيه، هتجيب له انهي عجلة؟ فالحكاية ايه؟ واسعة. قالوا وفي عقود التبرعات يتهاون في الغرر الكثير. يتهاون في الغرر الكثير ايه يعني؟ لما انت عطيله حاجة مش في مقابل، والنجاح النجاح ليه، هو اللي مستفيد منه. ولما تجيب له بقى عجلة ام 300 ولا عجلة ام 5000 انت حر، وهو ما يلزمكش بحاجة، كما انك انت ما الزمتوش بحاجة. هي كلها تبرعات في تبرعات كده وحاجة كويسة. فعند العلماء فرق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. عقود المعاوضات فيها ايه؟ الغرر اليسير، نجيز الغرر اليسير عشان المصلحة. وعقود التبرعات لا نجيز، يجوز فيها الغرر الكثير. يبقى الغرر منه يسير ومنه كثير. طيب كل ده لما وقفوا أمام كلمة الميسر. الميسر دي هنعمل ايه؟ معناها ايه؟ إذن مستويات قراءة القرآن مختلف. ما هو ممكن يقف عند كلمة الميسر خلاص الميسر حرام، وممكن يفكر هو الميسر ده ايه وبيشتمل على ايه وايه اللي خلاه حرام، لغاية ما يوصل لكلمة الغرر. طب تحديد كلمة الغرر ايه؟ وبعدين انواع الغرر ده ايه؟
طب الغرر الكثير متصور في ايه والغرر اليسير متصور في ايه؟ اهو ده فهم ايه؟ بيفكر، قاعد يفكر، وكل ما بيفكر كل ما بيطلع مع علوم. ولكن ايه العلة في كل ده؟ هو في التفكير المستقيم وفي تداعي الافكار وفي البحث، ان جعل الميسرة المركز بتاعه وهو بيتكلم. الميسر دي يريد ان يفهم فهما عميقا مستنيرا واسعا شاملا. ومن هنا كان كتاب الله هو المحور لحضارة المسلمين، ومن هنا كان كتاب الله هو المنطلق لحضارة المسلمين، وهو المخدوم بحضارة المسلمين، وهو الذي لا تنتهي عجائبه، وهو الشامل الذي لا يخلق من كثرة الرد. كل ذلك كان في كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن المسلمين وفقهم الله ألا يقفوا عند رسمه ولا عند اسمه، بل إنهم أخذوه هدى للمتقين، فأرادوا دائما أن يبحثوا عن الهداية فيه. وهذا أيضا هو الفرق بين العلماء وبين بعض المتصدرين، أن المتصدر ده بياخذ الكلام كده ما يقعدش يفكر فيه ولا يربط بين هذا التفكير ولا يستفيد من كلام العلماء، فيفقد المفتاح ويحاول يكسر الباب. ما هو في واحد معاه مفتاح بيفتح الباب، وفي واحد عايز يكسر الباب. اللي هيكسر الباب خسارة، هيسبب خسارة، واللي هيفتح سهولة وحفاظ على المال وتوفير للوقت. هذا شأن العلماء مع بعض المتصدرين في بلادنا وفي عصرنا هذا. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، كلامها طويل فنؤجلها إلى حلقة أخرى، وإلى لقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.